بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، هي طريقة استخدام مكنة البلاستيك المنزلي أو اللي يستخدم في المحلات في المشاريع الصغيرة. كيف تعمل؟ هي المكنة ببساطة بتشبه شكل الدباسة، ودي مثلا كيس زي ده كده، ممكن لو نعمله شنطة أو نعمله كيس، ده كيس عازل، ممكن نروح جايين جايين كده. طبعا هي لما بتبقى حامية بتقطع الجزء الزايد ده، المفروض انها ما تقطعوش، لكن هي لحمته الطريقة دي كده. و طبعا الطريقة تاني اهي، ان ايه، جينا على الجنب التاني و عملنا كده، هي بتنور. اول ما الاضاءة دي تنتهي يبقى خلاص هي برضو نفس القصة، قطعت الجزء ده. ممكن ان احنا نضغط تاني تقوم تقطع، تبقى كأنها بتلحم وفي نفس الوقت زي الايه، المقص بالظبط. ايوه كده بقى كيس تقريبا. ممكن نروح جايين جايين برضو، كل ده احنا بنعمل ناحية تجريبية بس، وقت عند الاستخدام والتعود عليها بتتفهم اكتر. يعني هي بالراحة كده تلحم حاجة بسيطة كده، بقى كيس مقفول من الاربع جهات. ممكن استخدام نحط فيه اي حاجة او نحط فيه اي مادة، اي حاجة قابلة للكسر. ودي كانت طريقة بسيطة لمكنة اللحام البلاستيك.